استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الديوان الملكي اليوم كبار مشايخ القبائل اليمنية. وفي مستهل اللقاء صافح سمو ولي العهد الحضور، ثم تليت آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الشيخ مفرح بحيبح كلمة باسم مشايخ القبائل اليمنية، عبر خلالها عن الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لاستجابتها لرغبة مشايخ القبائل اليمنية للالتقاء بالقيادة السعودية، مؤكدين على دعم الشرعية اليمنية وما قامت به قوات التحالف العربي من نصرة إخوانهم اليمنيين لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه. وأشار إلى ما حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تقدم في تحرير الأراضي اليمنية حتى أصبحت على أبواب العاصمة صنعاء بمساندة قوات التحالف العربي، كما تقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على الجهود الإغاثية والأعمال الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ثم ألقى الشاعر اليمني مجلي القبيسي والشاعر السعودي نايف الدغيلبي قصيدتين بهذه المناسبة. عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع كلمة رحب فيها بالحضور في بلدهم الثاني، ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، موضحا عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا في كلمته أن المملكة تنظر لليمن على أنه العمق الاستراتيجي للأمة العربية. اليمن هي عمق العرب، هي أساس العرب، هي أصل العرب، كل جذورنا وكل أعراقنا ترجع في الأخير لليمن. وقال سموه أكبر خطأ قام به العدو أنه يحاول المس في عمق وصلب العرب جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك ما دعا كل العالم العربي أن يستنفر لما يحدث في اليمن. وانقلبت الطاولة في السنة والنصف الأخيرة ليس فقط في اليمن بل في كل العالم العربي والإسلامي، بسبب أنهم ارتكبوا خطأ، أنهم لمسوا وفكروا أن يلمسوا عمق العرب دولة اليمن. وأضاف سموه رجال اليمن ليسوا في حاجة لمساعدة أشقائهم، فهم إذا استنفروا ووقفوا سوف يقضون على العدو ولن يقفوا حتى يكونوا في عقر دار العدو، لكن لا نستطيع نحن إخوانكم في السعودية ودول الخليج العربي ومصر والسودان والأردن والمغرب أو جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. رحب فيكم في بلدكم الثاني بين أخوانكم وبين أهلكم وربعكم وجماعتكم، وأنقل لكم تحيات الملك وسمو ولي عهده الحار. اليمن هي عمق العرب وهي أساس العرب وهي أصل العرب، كل جذورنا وكل أعراقنا ترجع في الأخير لليمن. وأكبر خطأ قام فيه العدو أنه يحاول أن يمس بعمق وصلب العرب اليمن، هذه جعلت كل العالم العربي يستنفر لما يحدث. وانقلبت الطاولة في السنة ونص الأخير ليس في اليمن بل في كل أنحاء العالم العربي والعالم الإسلامي، بسبب أنهم ارتكبوا خطأ، أنهم لمسوا وفكروا يلمسوا عمق العرب اللي هي اليمن. إحنا نعرف أنه رجال اليمن ليس في حاجة لمساعدة أي أحد من أشقائهم، إذا استنفروا ووقفوا سوف يقضون على العدو ولن يقفوا حتى إلى في عقر دار العدو، لكن لا نستطيع إحنا إخوانكم في السعودية أو في دول الخليج أو في مصر أو في السودان أو في الأردن أو في المغرب أو جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي أن نرى استنفار ووقفة للرجل اليمني بدون ما نكون إلى جانبه سواء في الخير أو في الشر. فإحنا معكم دائما في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا، كما كنا في السابق وكما سوف نكون في المستقبل. وبحول الله وقدرته وعزيمة رجال أمثالكم كل عدو مدحور ليس في اليمن، في اليمن وفي كل مكان آخر. أنا لي الشرف أن اليوم أكون بين هؤلاء الرجال وبين أساس العرب وعمق العرب والقبائل العربية اليمنية، شرف لي واعتز أن اليوم أكون بينكم وأعمل معكم اليوم، وإن شاء الله المستقبل مزدهر، وإن شاء الله هذه
خطوة فيها عز وشموخ لليمن وللعرب، وسوف يذكر التاريخ كل ما سوف تقومون فيه وكل ما عملتوا فيه. كما ورثوكم أجدادكم وأباءكم تاريخ مشرف، سوف تورثون أبنائكم وأحفادكم تاريخ مشرف بإذن الله إن شاء الله. أنا أشكركم وسعيد أن أستقبلكم اليوم، واليمن والسعودية والعالم العربي كله واحد، وأنتم بين أخوانكم وأهلكم، وإن شاء الله إلى الأمام مستقبل زاهر إن شاء الله. شكراً.